مبسوط جدا بان انا عملت فيلم على مستوى فني جيد جدا، وفي نفس الوقت في قيمة حلوة، وفي نفس الوقت ما فيهوش لفظة واحدة خارجة. الفيلم جمهور عام، كل الناس تقدر تتفرج على الفيلم، كل الأسرة. الفيلم من انا بعتبره من اجمل الافلام اللي انا عملتها. انا جربت الانتاج يا مصطفى ليه؟ انا فكرت في الانتاج علشان انا مؤمن بالفكرة والورق، وكنت مؤمن بالفيلم جدا، وانا شاركت في كتابة السيناريو، انا كتبت السيناريو انا والاستاذ ايهاب راد، فالفيلم مبني على ايدي، عشان كده ما خفتش وقلت لازم ادخل. لا ما فيش حاجة، أنا موجود، أنا بالعكس أنا لسه كنت عامل أغنية سينجل من فترة وبعدها أغنية تانية. طبعا تيم حبيبي. ترشيحات الأبطال كنت اخترتها أنا والأستاذ إيهاب راضي، يعني إحنا اخترناهم بعناية والحمد لله كله كان إنكاست يعني. وجود تيام بقى، تيام أنا والمخرج برضه، هو تيام عمل شوت صغير بس كده معايا مجاملة يعني، هو عامل لي مجاملة في الفيلم. مصطفى أغنية الهوا نيو إديشن النهارده مين حصلت بيغنيها معاك في الفيلم، اتكلمنا عنها بقى وهي من قلب إنسان. إيه رأيك في أغنية الهوا؟ من أحلى الأغاني اللي اتعملت، ده دويتو في بالانس ما بين صوت الشرقي بتاع مدحت صالح وصوت الحنين بتاع مصطفى أول. في حاجة أحلى من كده؟ يا حبيبي يا مين؟ هي فكرة أولاً أنا يعني من زمان أنا بحب مدحت صالح من زمان، وكان نفسي يعني أبقى مرتبط معاه بأي عمل لأنه قيمة كبيرة جداً، والحقيقة طلبت منه ده وعمل لي ده بمنتهى السهولة. يعني أنا بعشق صوت مدحت، ومدحت من القيمة من الأصوات المصرية اللي ممكن بتميز الفن الغنائي في مصر، يعني من الأصوات القوية جداً. فبالنسبة لي مدحت صالح قيمة كبيرة، سعيت بأنه موجود معايا في الوقت.